تما كنعوموا وبلينا داك الشيء الدخان وتفرقيع لداخل ما فهمنا والو. شوف هاد نلعب سافر الدخان اش بنادم كيبان لينا حنا نهربوا اخويا. الحريق في هذا الحمام هذا مع ديك ميقات 6:30 حتى تفاجأ الساكنة ديال سيدي مؤمن ديال هذا الحي تفاجأت بهذا الحريق هذا، والحمد لله دخلت الوقاية المدنية وحاولوا هما الآن كيحاولوا يسيطروا على هذا الحريق، وكنتمناو يسيطروا عليه وما توقع حتى شي ضحايا. لحد الآن ما كاين لا ضحايا لا والو. بالنسبة للسبب ما نقدرش نعرفوا أنا حيت ما كنتش حاضر تما، كاين غير من السكان ديال سيدي مؤمن. وهاد الحريق ديال اليوم راه في الحقيقة حريق مهول وسبب حتى ما كتشوفوا دابا هنايا العرقلة ديال السير. وكنتمناو رجال الوقاية المدنية يسيطروا على هاد الحريق هذا في أقرب وقت.